بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم طلبتنا الأعزاء في أول محاضرة من محاضرات أمن المعلومات، المحاضرة في مجال الكريبتوغرافي أند نتورك سيكيورتي. المحاضر فاكولتي ممبر وتيتشنج ستاف ممبر دكتور عمر عبد الرحمن داود فروم كولج أوف كمبيوتر ساينس أند انفورميشن تكنولوجي University of Anbar. بالنسبة للمحاضرة طلبتنا أعزاء راح تكون باللغة العربية واللغة الإنجليزية، يعني ميكست راح تكون بالنسبة لإلقاء المحاضرة. هذه المحاضرة ستتضمن 15 محاضرة فيديوية ممكن مشاهدتها ومتابعتها على موقع أبي سينا على اليوتيوب. راح تتضمن مبادئ التشفير، ميكانيزم السيرفيسز، أنواع التشفير. قبل لا أبدأ في أمن المعلومات، أعطي نبذة مختصرة عن أمن المعلومات. ما هو أمن المعلومات؟ لماذا نلجأ إلى دراسة أمن المعلومات؟ أمن المعلومات اليوم هذا العلم الرهيب بدأت تتسابق وتتسارع عليه الدول. اليوم الدولة التي لديها أمن معلومات عالي، لديها أمن قومي مؤمن، لهذا لجأت أغلب الدول المتقدمة إلى خلق جيوش إلكترونية وتدريبها تدريب حرفي مهني في مجال أمن المعلومات. لهذا الانفورميشن سيكيورتي نرى أنه واردات بعض الدول بدأت تصل إلى مليارات، عندما نجد أن الولايات المتحدة متصدرة على عرش أمن المعلومات، لديها مراكز فلترة البيانات، السيرفرات حول العالم، مواقع العالمية، المحركات البحثية، كلها تحت سيطرة الولايات المتحدة. نجد أن إسرائيل لديها ما يقارب 20% من واردات العالم في مجال الانفورميشن سيكوريتي أو السايبر سيكوريتي، ومجالات المتعددة منها الهاكر والأتاكر والديجيتال فورنسيك وغيرها. قبل لا ندخل في مبادئ أمن المعلومات، وقبل أن نقسم أمن المعلومات إلى كريبتوغرافي وكريبتاناليسيس من ثم الطرق اللي تندرج تحت هذه المسميات، أحب أبين أن أمن المعلومات يعود، أو علم التشفير اللي هو أحد فروع الانفورميشن سيكوريتي، يعود إلى فترات ما قبل الميلاد لآلاف السنين. أشهر الطرق السيزر، البولي ألفابيتيك، الموني ألفابيتيك، المونو ألفابيتيك، البلايفير، الهيل سايفر، هذه طرق كلاسيكية قديمة استخدمت بشكل مانوالي، يعني يدويا، قبل ظهور أجهزة الكمبيوتر والأجهزة المحوسبة أو الأجهزة الرقمية اللي تقوم بحسابات رياضية عالية الدقة وبسرعة متناهية. أمن المعلومات دائما نعرج على هذا المصطلح، نقول مثل ما موجود هناك أمن معلومات تقليدي، هناك أمن معلومات إلكتروني، يعني شيء يوازي شيء آخر. مثل ما لدينا بريد تقليدي أصبح لدينا بريد إلكتروني، مثل ما عندنا تعليم تقليدي أصبح لدينا تعليم إلكتروني، حوالات مالية ومصرفية ورقية أصبحت إلكترونية. توجهنا توجه كام إلى ما يعرف بالديجيتال لايف، أصبحت الحياة الرقمية محيطة بكل جوانبنا، في التطبيقات التجارية، الطبية، العسكرية، المدنية، التعليمية. لهذا عندما نتكلم عن أمن المعلومات نقف عند آية في القرآن الكريم لها ارتباط في مجال أمن المعلومات. يقول الله تعالى في محكم كتابه الكريم: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. في آية أخرى من سورة الجن يقول تعالى: وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. سماء الدنيا أحيطت بنظام أمن رباني يحميها من سرقة المعلومات. كما تروي الروايات، قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان الجن يقعدون من مقاعد في السماء فيسترقون السمع فيأتون بالأخبار لأهل الأرض.
فيوحون للسحرة والكهنة بعض أخبار السماء ليفسدوا في الأرض. بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، الله سبحانه وتعالى جعل هذه السماء محمية بنظام نيزكي رباني فيه سيكوريتي عالي، لا يستطيع أحد أن يخترق السماء. فمن يخترق السماء يجد له شهابا رصدا أو شهابا ثاقبا. فأمن المعلومات أمن لا غنى عنه. عندما نفقد أمن المعلومات نفقد كل شيء. مثل ما موجود في الأمن التقليدي، هناك الأمن الإلكتروني. لدي في الأمن التقليدي حرسة حراس حدود أو حرس حدود. في الأمن الإلكتروني كذلك لدي ما يعرف بالكيب بيكر أو الجيت ويز أو البوابات الإلكترونية اللي تحتاج إلى أن تكون سيكيور. بأمن المعلومات التقليدي لدي تشيك بوينز أو نقاط سيطرة على الشبكة. يفترض لدي نقاط سيطرة ومراقبة وتحديد وتشخيص وفلترة وعملية أشبه بالفايروول، أو هو تماما الفايروول كسوفتوير وهاردوير. لهذا أمن المعلومات اليوم دخل في كل مرافق حياتنا. حسابك التجاري مفترض أنه تأمن عليه، حسابك المصرفي، البياناتك الحساسة الخصوصية، حساباتك على السوشيال ميديا، على البريد الإلكتروني أو غيرها. نأتي إلى مقدمة عامة باكجراوند حول الانفورميشن سيكوريتي. طبعا الانفورميشن سيكوريتي ينقسم الى قسمين، كريبتوغرافي اند كريبتاناليسيس. كريبتوغرافي اللي هو علم تصميم الشفرات، كيف اصمم شفره او شفره او جفره مؤمنه بالكامل. بالمقابل هناك علم اخر يوازي تصميم الشفرات هو الكريبتاناليسيس. كريبتاناليسيس هو علم تحليل الشفرات، كيف أستطيع أن أحلل الشفرة وأرجع النص إلى وضعه قبل التشفير. الكريبتولوجي هو العلم اللي إذا انقسم إلى كريبتوغرافي وكريبتاناليسيس. في اللغة العربية يسمى علم التعمية، علم التعمية اللي هو علم التشفير. جانب آخر لدينا اسمه الانفورميشن هايدينج أو إخفاء المعلومات. إخفاء المعلومات ممكن تقسيمه كان بيصير divided into fields. Number one digital watermarking أو العلامة الرقمية المائية الرقمية، والinformation hiding اللي نقصد فيه steganography علم الإخفاء. علم الإخفاء ممكن يكون إخفاء نص داخل نص، نص داخل صورة، صورة داخل صورة، نص داخل فيديو، صورة داخل فيديو، حتى نوهم الطرف المقابل أو الطرف اللي نسميه third party الموجود على الشبكة أنه هذه الرسالة رسالة عبطية ليس فيها نص مشفر، وبالتالي يتم استلامها من الجهة الموثوقة بالطرف الثاني ليتم تحليل الشفرة ويرجع النص كما هو أو الصورة. الباكجراوند هي we'll talk about the information security requirement. The information security requirement change in recent time, traditionally provided by physical and administrative mechanisms. Computer use require automated tool to protect files and other stored information. طبعا جهاز الكمبيوتر يستخدم أدوات أتمتة خاصة لحماية الفايلات والمعلومات، نسميها sensitive information الحساسة. Use of networks and communication links require measure to protect data during transmission. إذن استخدام أي وسائل شبكة اتصالات network تحتاج إلى مقاسات ثابتة لقياس كيفية تأمين البيانات من طرف إلى طرف آخر، كيفية إيصال البيانات أو transmitted the data in a secure channel. هذه نقطة رئيسية لكل من يعمل في مجال network security. I'm going to introduce some important definitions for the computer security, network security, and internet security. And now the difference. Now the difference between the computer security and network security, or with the network security. The first definition, computer security, is a generic name for the collection of tools designed to protect data and to thwart hackers. عندما أتكلم عن الكمبيوتر سيكيورتي،
أو أم جهاز الكمبيوتر، علم مستقل في مجال أمن المعلومات خاص بأجهزة الحواسيب أو Centralized Data أو Servers. عندما أتكلم عن Network Security تكون المهمة أو المهمة هنا هي كيفية تأمين البيانات على الشبكة عندما تكون in open environment. النوع الثالث اللي هو الانترنت سيكيورتي في الفضاء السيبرياني احنا نسميه في مجال امن المعلومات او كما يطلق عليه او في مجال السايبر سيكيورتي او الانترنت سيكيورتي. ناتي الى النوع الثاني نتورك سيكيورتي، سواء كانت لان مان انترنت او اذر نتورك سيكيورتي، اتس ميجر تو بروتكت داتا ديورينج ذا ترانسميشن، اذا هي عمليه حماية البيانات خلال عملية البث. كيف أستطيع أن أؤمن البيانات بشكل كلي أثناء عملية البث؟ الانترنت سيكوريتي measures to protect data during their transmission over a collection of interconnected network. لدي مجموعة من الشبكات المتصلة، مجموعة من المحركات البحثية، الروابط المختلفة، كيف أؤمن انتقال البيانات من نود إلى نود؟ هذه من أصعب المهام، لأنه دا أتعامل ببيئة مفتوحة فيها محفوفة بالمخاطر، ممكن الوصول إليها من قبل التاكر أو الهاكر بأي لحظة. aim of course، الهدف من هذا الكورس أو من هذه المحاضرة، our focus is on internet security consist of measure to deter, detect and correct security violation that involve the transmission of information. أول شيء نركز على علم الانترنت سيكوريتي وما يتعلق فيه من سيرفيسز ميكانيزم الجوريثمز. تتكون مجموعة من المقاسات لردع وتحديد وتصحيح انتهاك أمن المعلومات اللي يحدث أثناء بث المعلومات من نود إلى نود على الشبكة. سنتكلم في هذه المحاضرة عن ثلاث جوانب. We'll talk about three important pillars of information security: services, mechanisms, and attacks. All these principles need a systematic way to define requirements. Consider three aspects of information security: security attack, security mechanism, security service. Consider in reverse order. راح نبدي بشرح كل واحدة من هذه المفاهيم الثلاث. نبدأ بسيكوريتي سيرفيسز. It's something that enhances the security of data processing systems and the information transfer of an organization intended to counter security attack. Security services فيها مجموعة من الخدمات اللي ممكن يقدمها السيكوريتي سيرفيسز، وبعض الأحيان تطلق عليها السيكوريتي أوبجكتيف في بعض المصادر، اللي تتضمن الانتجريتي، confidentiality, authentication, non-repudiation, and availability. Make use one or more security mechanism to provide us the service. بعض الأحيان أحتاج إلى استخدام أكثر من ميكانيزم لتقديم security service. Replicate functions normally associated with physical document. For example, إذا تكلمنا عن الهاف سيجنتشر، التوقيع الرقمي، dates need protection from disclosure. Tampering or destruction be neutralized or witnessed, be recorded or licensed. بعض الأحيان نحتاج حتى نضمن أمن المعلومات إلى توثيق أو تصديق كتوقيع رقمي أو QR code أو serial number لعملية توثيق البيانات أو documents. نتكلم عن security mechanism، الجانب الثاني في أمن المعلومات. الميكانيزم can be defined that a method or simple algorithm designed to detect, prevent, recover from a security attack. No single mechanism that will support all function or function required. لا توجد ميكانيزم واحدة تلبي كل متطلبات أمن المعلومات. كل جانب من جوانب أمن المعلومات يحتاج إلى ميكانيزم محددة تكون معنية بأداء غرض معين. لهذا عندما نتكلم عن security mechanism designed to detect, to prevent, recover from attack،
Simple example, I will talk about the firewall security. How the firewall security worked. كيف يعمل نظام الجدار الناري؟ الجدار الناري ثلاث خطوات يتبع في سياسة التصميم سواء كان هاردوير أو سوفتوير. أول خطوة من هذه الخطوات هو detect. عندما يكون هناك intrusion detection تحت or intrusion متطفل على الشبكة يقوم بعملية detection for this intrusion. أول شيء تحديد نوع الماليشيوس اتاك أو نوع الهجوم الخبيث اللي يستهدف الorganization أو الinfrastructure for internet. بعد ذلك يعمل له prevention يحدد الاتاك ثم يعمل له prevention أسوأ الاحتمالات. إذا ما قدر الفايروول يقوم بوظيفة prevention ضمن keeping keeper functions أو keeper getaway على الأقل يعمل recover من خلال عمل نسخة احتياطية backup for the previous version أو للبيانات يعمل لها نسخة احتياطية حتى تكون بأقل أضرار يستطيع أنه الرجوع أو معاودة النظام في أقرب وقت وهذا ما يسمى بالريسك مانجمنت أو إدارة المخاطر. However, one particular element underlines many of security mechanisms using cryptography techniques. أغلب الطرق اللي نعتمدها في مجال أمن المعلومات هي تقنيات التشفير. Hence our focus on this area. واللي راح نتطرق إلها في هذا الجانب. طرق التشفير هي طرق رياضية. تستخدم هذه الطرق الرياضية لتأمين البيانات. دائما طرق التشفير تعتمد على رياضيات معقدة فيها High Computational Complexity تعقيد حسابي عالي بعض الأحيان نسميها Mathematical Problems مشاكل رياضية هي ليست بالمعنى المقصود أنه مشكلة رياضية هي عبارة عن تعقيدات رياضية أشهر التعقيدات الرياضية الموجودة هي Integer Factorization Problem والDiscrete Logarithm Problem. We will talk about the security attack. The security attack can be defined as any action that compromises the security of information owned by an organization. Information security is about how to prevent attack or failing that to detect attack on information-based systems. The security attack have a wide range of attack, different types of attack. Cybertext attack, attacks, choosing cybertext attack. This is dependent on the attack nature أو طبيعة الهجوم. But there are several names for security attacks: linear and differential attack, saturation attack, interpolation attack, timing attack, bomb range attack, and etc. Can focus on generic types of attack. Often threat attack mean same can be classified into types. The first type passive attack and active attack. We will talk about this attack in the next slides. OSI security architecture. أشهر security architecture هو ITU-TX800 security architecture for OSI. هذا النوع من المعمارية defines a systematic way of defining and providing security requirement for uses provides a useful. So, security services. When we talk about security services, services provided by the protocol layer of communication, open system, which ensure adequate security of the system or data transfers. واحدة من أهم الوثائق اللي تتكلم عن السكيورتي سيرفيسز هي باللغة العربية نقول 2828 اللي هي 2828 ريفرنس بروتوكول بيبر اللي بروسيسنج اور كوميونيكيشن سيرفيس بروفايدد باي سيستم تو جيف سبيسيفيك كاينز اوف بروتكشن تو سيستم ريسورس. طبعا الاكس 800 اللي هي اشهر معمارية للأمنية تتضمن خمس أصناف من السيرفيسز.
اللي يتكلم عنها ويليام ستالين في كتابه Cryptography and Information Security. أول نوع الأوثنتيكيشن. الأوثنتيكيشن assurance that the communication entity is the one claimed. أنا دا أعمل تخوين لشخص معين، أرد أميز إنه هذا الشخص هو مخول authorized or not authorized على الشبكة أو على access control أو على بوابات الوصول لأي خدمة ممكن تقدمها. النوع الثاني access control prevention of the unauthorized use of resource، منع أي شخص غير مخول للوصول إلى المصادر أو الخدمات اللي ممكن نقدمها كويب سايت، كcorporation، كorganization أو إلى آخره. أتي للنوع الثالث data confidentiality. Data confidentiality protection of data from unauthorized discussion، كيفية الحفاظ على سرية البيانات أو data privacy، كيف أنه أحافظ على البيانات من الأشخاص الغير مخولين من كشف هذه البيانات أو معرفة تفاصيلها. Data integrity assurance ضمان that the data received is as sent by an authorized entity. في هذا النوع من السيرفيسز او ما يعرف بالديتا انتجريتي، كيف اضمن انه انتقال البيانات من السورس للديستنيشن without any alteration or modified data، كيف اضمن انه البيانات sent without modifications، كيف اضمن انه البيانات تم وصولها بالكامل بدون تلاعب او نقصان. هذا يختص بالديتا انتجريتي. And then repudiations, protection against denial by one of the parties and a communication. And then repudiations أو عدم النكران، واحدة من أهم security service اللي يقدمها information security هي the protection against denial by one of the parties in a communication. لدي أشخاص اثنان على الشبكة بيناتهم تعاملات، ممكن يكون smart contract، عقود إلكترونية. العقود الإلكترونية هي عقود مشابهة للعقود اللي تنعقد بين شخصين لشراء شيء، منزل، أجار، سيارة، مثل ما موجود عندنا عقود تقليدية يدخل فيها طرف ثالث. هناك عقود إلكترونية لا تحتاج إلى طرف ثالث. كيف أثبت أو أتحقق من أنه شخص لا يستطيع نكران هذا العقد؟ من خلال طبعا بعض التقنيات الرياضية اللي تستخدم التوقيع الرقمي، الديجيتال سيجنتشر باستخدام خوارزميات رياضية سواء تكون الهاش فانكشن او الاتش ماك او اعتمادا على الديت او رقم الاي بي او تاريخ العقد بين الطرفين. فهذه واحدة من اهم الميزات او الصفات اللي تقدمها سيكوريتي سيرفيسز فور انفورميشن سيكوريتي اللي هي النان ريبيتيشن. اذا السيكوريتي سيرفيسز الاكس 800 او الاكس 800 ممكن can be summarized by authentication, access control, data confidentiality, and data integrity and non-repudiations. بعض المصادر تتكلم عن سيرفيس أخرى اللي هي الافايلابيلتي. عندما أتكلم عن الافايلابيلتي أقصد هنا أنه متاحية البيانات. بعض المواقع المشهورة مثل أمازون، الألبريس، المواقع الأخرى الأكثر شهرة في العالم ممكن أنه تحقق متاحية عالية. هذه المتاحية مؤمنة بالكامل، يعني أنه البيانات ممكن أن يصل إليها اليوزر أو الفيزيتر في أي لحظة ودون أنه يستطيع يسبب لهذه البيانات أي نوع من الأتاكس أو الخرق. هذه تسمى بالأفايلابيلتي. متى ما أتيحت الأفايلابيلتي دلالة على وجود أمن معلومات أو تأمين للموقع أو البوابة الإلكترونية أو مكان الخزن. طبعا هذا الجزء الأول من المحاضرة من Chapter 1 هو عبارة عن مقدمة تعريفية عن أمن المعلومات وBackground عن مجموعة من السيرفيسز اللي ممكن أن نستخدمها في مجال أمن المعلومات.